أفضل ما يمكن أن يفعله. إجاباتي الأولى للزميل الموقر هي لا، وإذا أراد أن يتحدث عن الالتزام بالبيانات أقول أن التزامنا أو تم توضيحه خلال الانتخابات، وهل أنت ألم تعد بأنك ستلغي ديون الطلاب بعد أن يتم ترشيحك للبرلمان؟ ألم يقول خلال الانتخابات العامة أنه تم انتخابه للقيام بهذا؟ لقد خرق وحنث الكثير من الوعود التي وعد بها الشعب، ولكنني أقول للزميل الموقر، وهذه آخر مرة سنتحدث في خلال هذا البرلمان سويا. كنت سأقول له أنه أن رئيس الوزراء ورئيس المعارضة في العادة كل أسبوع يتبادلان الانتقادات، وأعتقد أن هذا فعلا مفيد لديمقراطيتنا، ولكن أنا وهو مختلفان وساسة مختلفة. أعتقد أننا نواجه مشكلات البلد بطرق مختلفة، وأنا أعتقد أن أمضيت سنواتي في هذا البرلمان أحاول أن أطبق السياسات التي أؤمن بها، ولكنه أمضى وقته في الدعاية لما يعتقد أنه يصح ولكنه ضد حزبه أيضا. أنا رأيت أيضا التزامه بالدستور بعد الهجمات الإرهابية على بلدنا، وأنا أريد أن أنهي جدالي معه بشيء. أقول له أنا رئيسة حزب قبلت بأن وقتي أن جاء حتى أستقيل. أعتقد أن عليه أن يتقبل أن وقته قد جاء للاستقالة.